إذا بدي أقسم عليه أربعة بنظر العشرات والآحاد، الآحاد والعشرات بدي بس أعيد التسجيل لأنه راح التسجيل السابق. فالأربعة وسبعين أقرب مضاعف له هو 72، 72 للتربيع زائد 45 باخذ قسمي واحد، واحد للتكعيب واحد، صار 50 باخذ قسمي واحد. هذا الأول. تاني هون محمد صبحي شو باخذ؟ باخذ 21 صح؟ 21 فيها واحد، والباقية واحد، ناقص واحد يعني تضيف لأربعة شو بتصير؟ ثلاثة إذا بدك. هون ثلاثة للتربيع، هون ناقص 45 كمان، ناقص واحد، ناقص واحد للتكعيب، شو بيطلع معي؟ زائد أربعة، زائد شقد زائد أربعة شو بيعطيني؟ بيعطيني 27. هون 3 للتربيع 9، شو صار مجموعه؟ 36. 36 بقى قسمته على 4 شقد 0. المفروض يكون جوابي 0 بس ما بقدر اخذ 0، ليش؟ لانه بده اكس تنتمي لزد الموجب، فشو باخذ اقرب شيء؟ 4. اللي بعده باخذ قسمه على 7. شلون يا رب شلون باخذ قسمه على 7؟ بنشيل 7000 بنشيل ال 700 بنشيل 49 من ال 50 شو بضل؟ واحد. بنشيل 49000 وبنشيل 630 شو بضل يا محمد صبحي؟ 2. يعني 1 زائد 16 17 صح؟ 17 باخذ قسمته على 4 شقد على 7 شقد 3. اللي بعده هون كمان بدنا باخذ قسمه على 7، بنشيل 1400 بنشيل 21 شو بضل معي؟ 1. من هون بنشيل 2100 وبنشيل 42 شو بضل؟ 2. يعني 1 زائد 8 9، شد الباقي 2. اللي بعده هون الاثنين انا رابط بعلي بين الاثنين وبين بين الخمسه عن طريق 2 بالاس 4 صح؟ لانه 2 بالاس 4 شو باقي قسمتها على 5؟ 1. لانه 2 بالاس 4 هي 16 صحيح؟ يا يارا فبقول هون 2 بالاس 4 بالاس 20 شو باقي قسمتها على 5؟ 1. لانه 1 بالاس 20 شاد 1 صح؟ هلا معناته صار عندي 2 بالاس 80 صح؟ ناقصني 2 بالاس 2 يعني ناقصني 4، فراح اضرب الطرفين ب 4 شو بصير الباقي؟ 4. عائشة ورشيد هيك ظل معكم؟ برافو عليك. الثلاثة أنا رابط بين الثلاثة بالأس 4 وبين الخمسة. الثلاثة بالأس 4 شقد؟ 81 باقي قسمتها؟ 1. هلا بدي انتقل عاد من ثلاثة بالأس 4 ل 3333، أول شيء راح أحط 750 مشان يصير عندي 3000. هاي أول شيء. شو ناقصني لسه؟ ناقصني 300 صح؟ وحتى لو ضفت 300 راح ضل عندك نفس الجواب اعتبار مضاعفات الاربعه. بعد ال 300 شو في عندي هون؟ 32 صح؟ اخذ 300 ضفت 300 خلص ضفت 3000 بدي اضيف من هون 32 او بدي اقسم على اربعه واخذ شوف شو باقي معي. شو ناقصني اخر شيء؟ شو بينقصني؟ بينقصني 3 وحده، 3 وحده، فجوابي هو 3 يعني 1 ضرب 3 3. ممكن ما نقصن هو باخذ قسمي انا قلت لك باخذ يعني نقسم على أربعة نشوف فاقد قسم ايش قد. ايه ممكن نقسم على أربعة ونشوف فاقد قسم ايش قد يعني. في نشيله لها؟ شوفوا في قانون اسمه قانون فيرما الصغرى مشروح بالفيديوهات عندكم اللي نزلتها امبارح الساعة 1 بالليل، خليك معي بعد إذنك رشيد. إذا كان عندي أ بالأس بي باقي قسمته على بي يكون واحد، بشرط يكون أ وبي أعداد أولية. بس باقي قسمته على أ. مو واحد بس من الطرفين على أ. بقوم بصير عندي A بالأس B ناقص 1 يساوي 1 باقي قسمي على B. هذا القانون راح نستخدمه كثير.
قانون فيرم الصغرى هيك بنكتب بهذا الشكل. تعال نشوف شلون فيني اطبق هذا القانون. هون انا فيني اكتب 4 او مو 4، فيني اكتب على سبيل المثال 5 بالاس 11، 5 بالاس 10، باقي القسم تاع ال 11 كم حسب القانون؟ 9 1 حسب القانون. شوف تتذكروا التمارين اللي قلت لكم عنهم انه راح نحلهم بالدرس الدرس القادم، تتذكروا؟ اي مو اخذتهم، في هدول مثلا هدول حليناهم نحن. ايوه هدول. نشوف هدول، شوف هدول 7 بالأس 12، باقي قسمته على 13، شقد؟ شوف شو بطلع، شو العلاقة بين 13 و 12 ناقصين؟ شقد ناقصين؟ 1. و 7 و 13 أوليات فيما بينهما أوليات صح؟ شو بكون الباقي؟ 1 دائما دائما. 7 بالأس 16، باقي قسمته على 17، شقد؟ 1 دائما. 80 22 احنا حليناه إذا بتتذكروا، حليناه ما ولو تذكرت 80 22 حليناه بطريقتين، او حليناه بطريقه وهي حلكم اياها بطريقه. 7 بالاس 10 باقي قسمته على 11 قد 1 7 بالاس 10 باقي قسمته على 11 1. لو حطيتها ل 7 بالاس 10 بالاس 4 يعني 7 بالاس 40 شو بيكون باقي قسمته كمان؟ 1 1. شو بيان عندي؟ بيان عندي بيان عندي مو 7، لا بيان عندي كم 7 ناقص هون؟ 7 للتربيع صح؟ 49. 49 ضرب 1 49، 49 باقي قسمته على 11 قد؟ 5 4 5 5 5 حطينا 4 بالاس 10 40، شو ناقصني؟ ناقصني 7 للتربيع 49، ضربت الطرفين 49، باقي قسمة 49 على 11 5، لأن 49 فيه 44 يعني فيه 4 11ات والباقي 5 صحيح؟ هلا هذول اثنين محلين اهو كمان صح؟ خليك 18 و18 شوف ال 24، شو الفرق بين ال 24 بين 25؟ 1 1. فأنا فيني أحط ناقص 1 بالأس 99، ناقص 1 بالأس 99 شقد؟ سالب 1. سالب 1 ما في عندي باقي اسمه سالب 1، شو لازم نضيف له دائما؟ نضيف له 25. شو بيطلع الجواب؟ 24. رجع بعيد يا محمد، ال 24 وال 25 شو الفرق بيناتهم؟ ناقص 1، ناقص 1 بالأس 99 ناقص 1 زائد 25 24. إيه ممكن، أكيد ممكن. 22 شو الفرق بينه وبين 23؟ كمان 1. كمان ناقص 1 بس هالمره بالاس ايش قال؟ 99 زوجي بضل 1. ايوه هي معناتها بعد اذنكم بس اكتبوا هذا القانون عندكم. عمي 54 يارا 4 بس 3 عند 4 بالأس 3 مين هي 4 بالأس 3؟ 64 صح؟ شو باخذ قسمتها على 7؟ 1. وصلت اللي بدي اياه صحيح؟ هلا بحط بدي ابحث عن مضاعفات 3 ل 141، هي بحد ذاتها اصلا 141 من مضاعفات مين؟ مضاعفات 3 لانه 1 و4 و1 6 مضاعفات 3، فبالحاله شو بيطلع جوابي؟ 1. برافو عليك، تفضل. لا ما مشي حاله، هاي مو هذا مو اولي لا سؤال. شفت السبعه تذكرته انا فشرحت لكم اياها مشان الامان العام، يعني مشان الامان العلمي. كيف عرفنا الجواب 1؟ لانه 4 من اس 3 ال 141 مضاعفات 3، فشو ما حطيت هون راح يضل الجواب 1. ال 141 من مضاعفات 3، 141 فيها كم 3؟ عندي 42 فيها كم 3 فيها 14 اي لا 47 46 46
شو عرفني؟ هو ما نازل مين؟ هو جواب واحد. يلا اللي بعده. امزح معكم. يلا. آخر واحد. شو الرابط يا مين نسأل؟ هنادي. 2 و3. 2 بالأس شقاد بكون الباقي محترم. 2 بالأس 2 صح؟ 2 بالأس 2 شو باقي قسمته على 3؟ واحد. أسهل واحد هذا صح؟ هلا بدي أحصل على أيوة العلاقة بسيطة، راح يضل الباقي شقد أصلاً؟ راح شو يكون راح ناقصني؟ راح يكون ناقصني 1، فبدي أضرب الطرفين بكم؟ ب2. شو راح يطلع الباقي؟ 2. برجع بعيد مرة ثانية، برجع بعيد. هنادي شو قالت؟ قالت 2 بالأس 2 باقي قسمته على 3، ايش قد يا هنادي؟ 1. خلصنا، صح يا يارا؟ 2 بالأس 2 ايش قد؟ 4، باقي قسمته على 3 ايش قد؟ 1. هلا حط هون بالأس 250، بالأس 225، صح؟ معناتها صار 2 بالأس 2 ضرب 225 450، شو بضل الباقي لسه؟ لسه 1. لأنه 1 بالأس 225 1 ناقصني، هي مو 450، هي 451، معناتها شو ناقصني؟ ناقصني 2، وبالتالي بيطلع الباقي شقد 2. هاي خلصنا الصفحة بأمان. مو ال 404 اللي بعد اللي بعدها.